كوبر بيخاف يجازف اي ما اعرفش شخصيته بصراحه عشان لا انت لو بس جيت تلعب بكام مشجع كره قدم متفرج على هو الماتش ممكن هو ممكن عارفه كل مدرب وليه لا وليه رجالته يعني خلاص هو عمل قفل على المجموعه اللي هي وصلته لافريقيا فخلاص هو قفل عليها بس طبعا ممكن واحد او اتنين يخش مش بيتكلم حد من الجهاز الفني بتاع المنتخب خالص اي حد مثلا بتعرف السبب مثلا على اقل حد لا بص انا اصلا لما بقعد احتياطي في النادي ما بكلمش المدير الفني بقول له انا قاعد ليه ما حصلتش الا في تاريخي الا مثلا ثلاث مرات طب انت كنت بتنضم مع شوقي غريب ما كان برضه اسامه نبيه في الجهاز اسامه نبيه برضه في الجهاز وفي ناس كتير جدا بتقول ان هو ورا اختيارات كوبا كلها هل مثلا العلاقه بينك وبين اسامه نبيه لا انا كويسه جدا يعني كان كابتن اسامه ما بس كان كابتن اسامه بيتكلم معايا حتى ايام كابتن شوقي بطريقه كويسه قوي مقتنع بيها مليون في المية بس انا عشان ابقى ناصر الحق انا ما برجعتش بس عشان اروح المنتخب عشان ابقى صريح انا ما جبتش مستوى عشان اروح المنتخب انا مش مظلوم انا بتكلم انت مش مظلوم انت بتتكلم من انا بتكلم اه عامه المنتخب الاهلي والزمالك انا كابراهيم انا ما اتظلمتش ان انا ما رحتش المنتخب بصراحه عشان ابقى صريح هم ما ظلمونيش